أشاد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب حول العالم أشاد بالمملكة المغربية كشريك ينعم بالاستقرار ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء. التقرير توقف في عدة محاور أمام ملامح الدور المغربي الرائد في مواجهة الإرهاب وما تلعبه المملكة من أدوار محورية فيما يخص استقرار القارة الإفريقية وحوض المتوسط. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف هذا المساء في استوديو ميديان تي في الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بن حمو مساء الخير، مرحبا بك معنا. سهلا. هل لك قراءة أولية لما جاء في التقرير الأمريكي حول الدور المغربي الرائد في مكافحة الإرهاب؟ فعلا هو تقرير أشاد كثيرا بدور المغرب. أولا تقرير في شكل عام تطرق إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للمغرب وما ينعم به المغرب من استقرار في خضم إقليمي يعني يعرف الكثير من اللا استقرار. أشاد كذلك بالبنيات التحتية المتطورة والقوية التي يوفر المغرب مما له تأثير على مجال الأعمال وجذب الاستثمارات. هذا يعني دفع بالتقرير كذلك إلى الإشارة إلى الاتفاقيات التجارية التي يربطها المغرب مع العديد من الدول، منها يعني التي توجد بالخليج العربي أو بمنطقة المتوسط أو بإفريقيا وكذا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل من المغرب بلدا يعني تجاريا مركزيا في منطقة شمال وغرب إفريقيا. أكيد بأن على فعلا أكيد بأن الاستقرار الذي ينعم به المغرب له يعني الكثير في جذب هذه الاستثمارات وإعطاء للمغرب هذه المكانة. للمغرب كذلك دور فعال وكبير في مكافحة الإرهاب، وكانت هناك يعني في التقرير إشارة واضحة إلى ما يقوم به المغرب في هذا المجال، سواء يعني ما حققه من حد لانتشار هذه الظاهرة ومواجهتها وكذلك يعني تراجع الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في المغرب والدور الذي يلعبه المكتب المركزي للتحقيقات القضائية. أكيد أن كانت هناك كذلك إشارة للاستراتيجية الشاملة للمغرب لمكافحة التطرف، حيث أن التقرير وقف عند أولا السياسة الاستباقية للمغرب داخل هذه الاستراتيجية وكذلك يعني التنمية الاقتصادية والبشرية، وأشار كذلك إلى الإشراف على الحق الديني، وهذا يعطي يعني تلك الصورة التي هي للمغرب الذي يعني انخرط بشكل كبير كذلك في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وكل هذه التجربة وهذه المقاربة الخاصة المغربية الصرفة جعلت المملكة تستطيع دكتور أن تشيع الاستقرار كما ذكر التقرير على مستوى إفريقيا. فعلا التقرير يعني أشار إلى أن المغرب هو حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية خارج يعني دول الحلف الأطلسي، وأشار كذلك إلى أن المغرب ينعم بالاستقرار ويشيع الأمن ب يعني إفريقيا جنوب الصحراء، ويعني هذا اعتراف كبير بدور المغرب الذي يعني لا يقف عند حفاظه على أمنه واستقراره ولكن يسعى ويعمل على إشاعة الأمن والاستقرار في باقي دول إفريقيا جنوب الصحراء. وكان للتقرير وقوف عند العديد من المبادرات والعديد من يعني المشاركات للمغرب في هذا المجال. فالتقرير أشار بشكل صريح إلى يعني
إلى التمرين المشترك والمناورات المشتركة المغربية الأمريكية المعروفة بالأسد الإفريقي والتي يعني يحتضنها المغرب. أشار كذلك إلى الدور الفعال الذي يلعبه المغرب في مبادرة الأمن والدفاع بالمتوسط وفي إطار 5+5 وإلى العديد من يعني الفعاليات والأدوار التي يلعبها المغرب كفاعل أساسي في هذا المجهود الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب. دكتور، ضمن هذه الصورة الجميلة كان هناك أيضا أسف من قبل الخارجية الأمريكية بسبب الخلاف واستمرار الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء. كيف قرأت هذا الأسف الصادر عن واشنطن؟ فعلا حين تتأسف واشنطن على يعني غياب هذا التعاون الثنائي الذي كذلك له تأثير على التعاون الإقليمي نتيجة هذا يعني الخلاف الذي أسمته خلافا سياسيا وهو المرتبط بموقف جيراننا فيما يتعلق بالصحراء المغربية وكذلك الوحدة الترابية للمغرب. هذا الأسف هو إشارة واضحة إلى أن التقرير الأمريكي يعني لا ينظر إلى طبيعة هذا الوضع بعين الرضا وأنه يعني له أكيد يعني منظور مغاير وهو الذي يسعى من خلاله إلى تجاوز هذه يعني المرحلة وتجاوز هذا يعني هذا الخلل الذي تعرفه المنطقة من خلال هذا الموقف للنظام الجزائري من الوحدة الترابية للمغرب. فبالتالي أكيد بأن هذا الخلاف السياسي الذي من جهة له تأثير على العلاقات الثنائية وكذلك الوضع الشاذ الذي تعرفه المنطقة والمرتبط بالحدود المغلقة. فبالتالي هي ضمنيا دعوة لتجاوز هذا الخلاف؟ أكيد أنها يعني هذا الأسف يحمل في طياته دعوة لتجاوز هذا يعني هذا الخلاف ويحمل كذلك إشارة واضحة إلى أن يعني المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والمجهود الدولي لمكافحة مختلف هذه التهديدات الأمنية التي يعرفها العالم مرتبط بخلق مناخ جديد وبتجاوز مثل هذه المشاكل. نحن نلاحظ بأن التقرير يعني حين يضع بعض المصطلحات فهو يتحدث عن المغرب يعني كبلد ينعم بالاستقرار ويشير إليه كذلك كبلد يشيع الأمن. فبالتالي هي إشارة واضحة إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب وقد تكون كذلك هناك قراءات عدة لأنه للأسف الشديد إذا كان المغرب يعني ينقل حلولا ويأتي بحلول لمشاكل جيرانه في محيطه الإقليمي قد تكون أطراف أخرى لها مقاربة للأسف مغايرة وهذا يعني ربما أنه لم يأتي صراحة في التقرير ولكن قد نقرأه خلف السطور. تمت الإشارة أيضا للمغرب على أنه عضو نشيط ضمن الشراكات العالمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. كيف يمكن أن يعني نأخذ فكرة معك دكتور حول أهم الشراكات التي نسجها المغرب في إطار جهوده المبذولة لمكافحة الإرهاب وتبادل تجاربه مع بعض الأطراف؟ فعلا هناك يعني للمغرب اهتمام كبير بالتعاون الدولي والمغرب له وعي بأن الإرهاب هو تهديد شمولي وبالتالي الرد لا يمكن أن يتوقف فقط عن الجانب الداخلي ولكن ينبغي أن يكون ردا جماعيا وردا شموليا. لذلك انخرط منذ البداية في التعاون الدولي بشكل كبير جدا وكانت هناك إشارة في التقرير إلى يعني الأحداث الدامية التي عرفتها برشلونة والدور الإيجابي الذي لعبه المغرب إلى جانب القوات الأمنية الإسبانية يعني إبان هذا الحادث المأساوي وأشار كذلك إلى الدور الفعال الذي يلعبه المغرب في إطار 5+5 وهي مبادرة يعني الدفاع والأمن في غرب المتوسط. أشار إلى يعني المنتدى العالمي
لمكافحة الإرهاب الذي يعني يرأسه المغرب إلى جانب يعني هولندا في هذه المرحلة، وأشار إلى العديد من يعني المجالات التي ينشط فيها المغرب بشكل فعال، حيث أن التقرير يعني ربما أنه سطر بشكل صريح عن الدور الذي يلعبه المغرب في المجهود الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، على كل هذه المعطيات. شكرا جزيلا لك.